إيماني علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلة عبر رسائلكم وما سيردنا الآن عبر الهواتف مباشرة إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها عبد الكريم، السلام عليكم شيخ الفضل. عليكم السلام الله. إني أحبك في الله. أحبك الله وثنى فيه. الشيخ، لدي سؤال محيرني يا شيخ. عادة تأتيني بعض الأفكار، يعني أفكار عن الزواج يا شيخ، يعني هل هذه حرام أم لا يا شيخ؟ أفكار جنسية يعني غير عادية. طيب ماشي أخ عبد الكريم، تفضل. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام الله. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا دلوقتي متقدم لي أخ. ارفعي الصوت يا أمة الله، ارفعي الصوت شوي. حضرتك، أنا متقدم لي شخص أخ يعني ملتزم وكده، بس هو في يعني التعليم مفيش، يعني هو من الوسيط، يعني عرفنا أنه هو بس القراءة والكتابة فقط يعني. نعم. وأنا معي شهادة جامعية. نعم. أنا مش عارفة أعمل إيه، يعني هل ده هيبقى فيه مفهوش توافق أو كده؟ نعم. يعني أنا. طيب تفضل اسمعي النصيحة إن شاء الله تعالى. اسمع النصيحة. نعم. أي أخ محمود؟ أنا عايز أسأل لو سمحت يا شيخ، على هل تقصير الشعر بعدم التساوي يعتبر من القذف؟ إيش هو؟ تقصير الشعر بعدم التساوي، يعني بقصر شعري بدرجات غير متساوية، ده يعتبر قذف حرام يعني؟ تقصد شعر رأسك يعني؟ يعني بيبقى كده إيه، من قدام عالي شوية وبينزل بالتدرج كده؟ بس التدرج بسيط أوي يعني. أي معم. طيب ماشي، فضل. شكرا. نعم. أيها عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. لدي ثلاث أسئلة أرجاني توسع صدرك لي. إن شاء الله، نسأل الله أن يوسع الصدور، ولكن ارفع صوتك. تفضل أخ عبد الرحمن. صوتك غير واضح يا أخ عبد الرحمن. هل سمعتني يا شيخ؟ صوتك غير واضح، تفضل. السؤال الأول، هل سمعت السؤال الأول؟ هاتي السؤال الأول. هل يجوز إطلاق صوت القرآن في المنزل دون أن يوجد فيه أحد بنية طرد الشياطين والبركة؟ هل يجوز إيش؟ إطلاق صوت القرآن. إطلاق يعني تنزل القرآن دون أن يوجد أحد في المنزل. أيوة معم، ماشي. ايوه. السؤال الثاني. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في استناد خطيب الجمعه الى العصر؟ هل نعم. ثبت في ذلك شيء صحيح؟ نعم. السؤال الثالث. نعم. ما هي اهميه الجلوس عند المشايخ للتربيه في طلب العلم؟ لاننا نلاحظ ان بعض من يتولى الطعن في الدعاه هم من لم يعرف عنهم مشايخ تربوا على ايديهم، وانما هي شهادات حصلوها وبعض فصاحة سلطوها على الصالحين من المشايخ. نعم. المشايخ. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الأخ عبد الكريم أكرمنا الله إياه بالإيمان والصحة والعافية والمسلمين أجمعين، يبدو أنه شاب، فهمت من سؤالي أنه غير متزوج، وأحيانا يفكر في الزواج ويفكر فيما يتعلق بالنساء. يا أخ عبد الكريم، لك ولأمثالك من الشباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وإياك والاسترسال في هذه الأفكار يا أخ عبد الكريم، لأنك لو استرسلت ربما تحركت شهوتك، وإذا تحركت الشهوة ربما وقعت في الحرام. والله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا وجدت من هذه الأفكار شيئا فقم وتوضأ وصل ركعتين ما لم تكن في وقت الكراهة، أو فر إلى قراءة القرآن، أو أخرج من البيت وغير ذلك لتنقطع عنك هذه الأفكار. أبا زكريا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا أبا زكريا، تفضل. يا شكرا الشيخ. امرأة مات زوجها، نعم، وهي تريد أن تذهب للحج، وهي ما زالت في العدة 14 و10 أيام. نعم، اتفضل. هل تذهب أم لا؟ طيب اتفضل، حاضر. أمة الله، أي يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك امبارح في الكلمة بتاعت الدكتور الرئيس الدكتور محمد مرسي، حضرتك فهمت من كلامه ان القرض بتاع صندوق النقد الدولي يا أخي محمد، يا أخي محمد، نعم، اسمع لي، أقدم لك نصيحة قبل أن تتم سؤالك، وسؤالك قد وضح، لكن سأقدم لك نصيحة ولجميع المشاهدين إن شاء الله تعالى. يا أم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نفعنا الله بعلمكم وأطال الله عمركم. اللهم أمين وإياكم. لو سمحت، إحنا عنا في بلدنا لما تموت البنت ولم تتزوج بيحنوا لها اليدين والرجلين بالحناء، فهل هذا في حرمانية في الشرع؟ فهل هذا حرام؟ نعم. أو ما فيش وزر وما فيش حاجة؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يا أخ عماد، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. حالك؟ حياكم الله. حضرتك يا شيخنا معي سؤال، ممكن؟ تفضل. هل يجوز للرجل التأمين على سيارته خوفا من التلف والحوادث؟ طيب تفضل، حاضر. جزاك الله خير. وإياك. أسألك الدعاء. السلام. وإياك إن شاء الله تعالى. يا أخي ناصر. يا أخي ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل وبركاته. تفضلت الشيخ، بارك الله فيك. حياكم الله يا مرحبا. الله يخليك. لو سمحت حضرتك، يعني في سؤال مهم للقاية. تفضل. حضرتك، في عندنا رجل يعني هو الشيخ، هو يقول أنه يعالج بالقرآن. نعم. ولكن يعالج بالقرآن يعني بطريقة غريبة شوي. نعم. فهو يأتي بطفل أو رجل أو مهما كان يعني. نعم. صغير أو كبير. نعم. فيقرأ عليه القرآن، يتضح بعد ذلك أن الذي يقرأ عليه القرآن يقول أرى نورا وأرى ملائكة يعني. طيب اتفضل أخي ناصر، وضح سؤالك، وهذه مشكلة اجتماعية موجودة، والسؤال واضح، وتسمع الجواب إن شاء الله تعالى. أمة الله استنصحت، هي فتاة جامعية ومتقدم للزواج منها شاب لم يتعلم في المدارس أبدا، يعني لا يحصل على أي شهادات تعليمية، فتستنصح هل توافق عليه أم لا. طبعا عندنا في الإسلام هذا ليس شرطا، أنت جامعية هو غير جامعي أو غير مؤهل مطلقا، هذا ليس شرط. الوصية النبوية للفتاة ووليها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن يا أمة الله، الواقع الذي عاشرناه وعاصرناه وعشنا فيه بيدل على أن الفوارق في المؤهلات عند البنات والشباب الآن بتؤدي إلى سبب عدم استقرار الأسر.
سامحيني، المرأة مهما بلغت من الدين ما بيكونش عندها يعني ما بتوصلش درجة ان هي تعرف ان زوجها هذا سيدها، حتى لو كانت هي مؤهل جميع وهو مش مؤهل خالص، هي أمة عنده. فما بتوصلش المرأة الى هذا التفكير الصحيح من حيث انزال المرأة زوجها منزلته. فأحيانا لضعف إيمانها ولضعفها كأنثى بيأتيها الشيطان، انت جامعية وهو دبلوم، فضلا عن تكون جامعية وهو مش مهشادات، فبيدخل الشيطان إلى قلبها من هذا فتنشز على زوجها وتترفع عليه وترى نفسها أفضل منه، بالتالي طبعا تبتدي تقصر في حقه ولا تقوم بما عليها، بالتالي تؤدي الأمر إلى الشقاق والنزاع الذي غالبا ما يفضي إلى الطلاق. فلذلك لا أنصحك يا أمة الله بالموافقة على هذا، وإنما هي نصيحة، وقد قلت لك في الشرع إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن التكافؤ من أسباب استقرار الحياة الزوجية، من أسباب استقرار الحياة الزوجية أن يكون فيه تكافؤ بين الولد والبنت، التكافؤ الاجتماعي من حيث الأسرة، من حيث الحسب، من حيث النسب، من حيث الشهادات الدنيوية، ده كله بيؤدي إلى استقرار الأسرة. ويفضل دائما أن يكون الرجل أعلى من المرأة حسبا ونسبا وجاها وشهادات تربوية، لأن المرأة دائما زي ما قلت عايزة تحس أن جوزها دائما أعلى منها شأنا وأرفع منها قدرا فتخضع له فتستقر الحياة. وأسأل الله تعالى أن يقسم لك ولبنات المسلمين الخير. الأخ محمود سأل عن الشاب بيحلق رأسه، فالحلاق يأخذ الشعر كده في التقصير بالتدريج، فبتكون المقدمة أعلى وبعدين ينزل بالتدريج كده في التقصير إلى القفاء. التفاوت في درجات الشعر هذا لا حرج فيه. المنهى عنه يا أخي محمود حاجة اسمها القزع، والقزع دي إن الواحد يحلق يعني نصف رأسه ويترك النصف الثاني، يعني يترك الشعر في النص كده وبعدين يحلق الدوائر دي كلها، هذا نهينا عن هذه الهيئة في الحلق. أما إنك أنت تقص شعرك وتنزل بالتدرج كده فهذا لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. الأخ عبد الرحمن سأل هل يمكن هو طالع من البيت يسيب الراديو شغالي عشان يقرأ القرآن الكريم للبركة وليس في البيت أحد؟ أنا أقول إني القرآن يقرأ لنستمع إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فبركة القرآن ورحمة القرآن في حسن الاستماع إليه وفي حسن العمل به واتباعه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إما بركة القرآن ورحمة القرآن لمن استمع أحسن الاستماع إليه واتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه، لكن عشان تطلع وتسيب الراديو شغال في البيت للبركة فأنا لا أرى هذا والله أعلم. وسأل أيضا الأخ عبد الرحمن عن العصا للخطيب يوم الجمعة، هل صح فيها حديث؟ أنا لا أعلم أنه صح فيها حديث، وإنما قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هدي خير العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتخذ المنبر كان يتكئ على العصا أو على الرمح أو على السيف أو غير ذلك، كان قبل أن يتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام يتكئ على العصا ونحوها، فلما اتخذ المنبر قال ابن القيم رحمة الله عليه لم يرق المنبر لا بعصا ولا برمح ولا بسيف ولا غير ذلك. أي أم آية؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا عندي أخت مطلقة ومعها ثلاث عيال، نعم، منهم يعني في المدرسة وكده، فهي دلوقتي ليها يعني شغل ثابت ليها متعينة، بس في نفس الوقت معها مبلغ من المال كانت عايزة، هو ده أول وآخر مبلغ معيها يعني، فكانت عايزة تحطه في بنك والفوائد اللي تطلع مش هتصرف منه على نفسها، بس هي بتقول إن هي عايزة مثلا تدفع منه إيجار نور مية حاجات زي كده، مع العلم إن جوزها ساعات بيبعت لها مثلا مصاريف يعني ممكن شهر أو تلات أربع شهور، لأ طيب. يعني دي على حسب ما بيبعت هو، فهي بس كانت عايزة تعرف هل ده حرام ولا حلال لو الفوائد مثلا اللي طلعت منها دفعت منه حاجات دي. وصل سؤالك إن شاء الله تعالى. شكرا ربنا. أي أخي محمد؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. إزيك يا شيخ؟ مرحبا بك. بقول لحضرتك الشيخ بالنسبة للحلفان، أنا مثلا جي ضيف وقلت له والله لازم تأكل، نعم، وما كلش، نعم،
وفي اوقات تانية مثلا في بعض الشركة مثلا انا راجل اخ شريكي ليا فاقول له والله مثلا لازم نكتب اسمك في العقد مثلا، هو ممكن ما يحصلش مثلا، يحصل له ظروف، يحصل له حاجه. نعم. في كثره الحلفان فانا ممكن اقول والله مثلا الاخ دوت مش هاخد منه شغل ويحصل في يوم من الايام ان انا اخد منه شغل. فانا ممكن يكون متراكم عليا حلفانات كده، انا اكفر عنها ازاي؟ طب اتفضل. طب بالنسبة للسؤال تاني يا شيخ، بالنسبة للحديث، مدى صحة الحديث أسفل الكعبين في النار بالنسبة للمطال والكذا؟ نعم. فكنت عايز أعرف مدى صحة زي هذا. ماشي حاضر. أي أخ علي؟ يا أخ علي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما حكم الانقضاض على حيوان مثل الهرر والقطط؟ القضاء عليهم في الليل وأخذهم ووضعهم في أقفاص ورشهم بالماء ثم يسعقونهم ليموتوا، ومنهم من على وشك وضع صغارها، يعني مؤسسات حكومية تنقضت على القطط والهررة وتحرقهم وتسعقهم بالكهرباء، مع علم انهم ليسوا طيب. ليس بهم مرض ولا ترتوم ولا شيء طيب. ولا يؤذون احدا. اتفضل اتفضل. ماشي حاضر. يا ام سليمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالله عليك يا شيخ، دلوقتي انا يعني عايزه فتوى من حضرتك ضروري عشان الامر مهم جدا. نعم. انا دلوقتي ليا زميله ليا موكلاني ان انا اكلم مامتها في ان هي في واحد متقدم لها، اهلها لباباها يعني باباها ولا مامتها موافقين عليه عشان خاطر هو اقل منها من التعليم. نفس سؤال الاخت كانت سألاه، اقل منها في التعليم وبس عنده شقته وملتزم ومتدين على حسب كلامها يعني. وهي موافقه عليه جامد، وانا قلت لها ان هيكون اقل منك وكده، بس هي عايزين اكلم والدتها في كده، وقالت ان هي يعني ممكن ما بيتقدم لها عرسان كتير مش هتوافق على اي حد غير على دوا. فحضرتك انصحني اقول لمامتها ايه ولا ما تكلمش ولا ما تدخلش الموضوع ده؟ تقدم لها ودخل الى اهلها. تقدم لها ووالدها رفضه. ورفضوه. طيب اتفضلي. وعنده استعداد ان هو يجي تاني. حاضر اتفضلي اتفضلي. الاخ احمد. يا احمد معك يا فندم. نعم. يا شيخ. حياك الله. الله يخليك يا شيخ. انت طيب. لو سمحت يا شيخ، انا بقول لك على حاجه عندي كده توتر وقلق على طول. نعم. طيب ماشي يا اخ احمد، اسمع النصيحه ان شاء الله تعالى. الأخ عبد الرحمن أيضا من أسئلته كان تكلم عن مسألة أهمية الجلوس عند العلماء للتعلم، يعني يقول يعني ما أهمية جلوس الطالب عند العالم ليتعلم منه. أقول يا أخ عبد الرحمن، ذكر العلماء رحمهم الله أن التعلم له طريقتان، طريقة المشافهة وطريقة الأخذ من الكتب. طريقة المشافهة أن يجلس الطالب بين يدي العالم فيسمع منه مباشرة، وهذه أفضل الطرق وأنفعها، هذه أفضل الطرق وأنفعها. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوجهون أبناءهم حين يوجهونهم إلى العلماء إلى أن يحرصوا عن أخذ سمتهم وهديهم وأخلاقهم وأدبهم قبل أن يأخذوا من علمهم. فإذا مجالسة الطالب للعالم هذا أمر مهم جدا جدا، لأنه لا نريد أن نأخذ العلم فقط، نريد أن نأخذ السمت، الهدي، الأدب، الأخلاق بجملتها، فهذا لا يكون إلا بالمعاشرة والمخالطة والجلوس تحت أقدام العلماء عشان نتعلم منهم السمت والهدي والأدب والأخلاق قبل أن نتعلم العلم. فلذلك ننصح إخواننا وأبناءنا المحبين للعلم بضرورة ملازمة العلماء وأن يأخذوا عنهم الأدب والسمت والهدي والخلق قبل أن يأخذوا العلم، بذلك وصى السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأخ أبو زكريا سأل عن خروج المرأة للحج في وهي معتدة من عدة الوفاة، مات زوجها وهي في العدة وتريد أن تخرج الحج، منع من ذلك كثير من السلف، لأن الله تبارك وتعالى أمر المرأة إذا مات زوجها أن تعتد في بيته 4 أشهر و10 من غير إخراج كما قال الله تبارك وتعالى. الأخ محمد كان بدأ سؤاله
فأنا استأذنته وقلت له سؤالك واضح واسمع النصيحة. وكان الأخ محمد بدأ السؤال بخطاب الرئيس حفظه الله ووفقه بالأمس، وكأن الأخ محمد يعني سمع أشياء يعني غير موافق عليها أو يعني لا يراها جائزة، فأنا اختصرت عليه الدور عشان نتعلم شيء إخواننا، عشان نتعلم أدب النصح لولاة أمورنا، أدب النصح لولاة أمورنا. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيح. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لعامة المسلمين لها آداب، أن تكون برفق وبلين وبحكمة وبشاشة، وأن تكون سرا، وأن تكون سرا بينك وبين من تريد أن تنصحه. فإذا كان هذا من آداب النصيحة للعامة فأولى بذلك ولاة أمورنا. فإذا أخذنا على ولي أمرنا مأخذا فلا نسأل على في هكذا في الملأ على الشاشة والعالم كله يسمعنا، إنما نتواصل معه مباشرة إذا استطعنا، أو نتواصل مع بعض علماء الدين الذين يستطيعون الوصول إليه، نقول: أنا سمعت كذا، فهل هذا صواب أم لا، أو هذا خطأ؟ فإذا قال العلماء هذا خطأ، طب أرجوكم بلغوا ولي أمرنا كذا. هذه أدب النصيحة يا إخواني، علشان ربنا يجمع الشمل ويوحد الصف ويعين ولي أمرنا على ما حمل. أنتم تعلمون أن هذا الرئيس أكرمنا الله به في ظروف لا تخفى عليكم جميعا، والرجل وحده لن يستطيع أن يفعل شيئا، إنما هو بنا، فاليد الواحدة لا تصفق، فلابد أن نقف من ورائه وأن نتعاون معه وأن ندعو له حتى يحقق الله على يديه ما نرجوه من صلاح العباد وأمن البلاد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم إسلام بتقول: في بلدهم إذا ماتت المرأة وهي لم تتزوج بيحنوها، حنوا يديها ورجليها. طب ليه يعني أم إسلام؟ مش معنى يعني اللي متجوزتش، طب اللي اتجوزت؟ على كل حال هذه الحناء من البدع، أن تحن المرأة في يديها ورجليها إذا ماتت قبل الزواج، هذه من البدع. ومن البدع أيضا وضع الحناء في القبر، أيضا من البدع وضع الحنة في القبر. الأخ عماد سأل عن التأمين على السيارة. كما أعلم أن التأمين على السيارة نوعان: تأمين إجباري وتأمين اختياري. تأمين إجباري يعني إيه؟ تأمين إجباري عشان طلع رخصة سيارة لازم تأمن، من شروط الرخصة للسيارة أنك تأمن عليه، هذا تأمين إجباري، فهذا داخل في قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرج عليك في ذلك. أما التأمين الاختياري فإن كانت هناك شركات تأمين إسلامية تقوم على أساس الإسلام وشريعة الإسلام فلا بأس، وأما إذا لم يكن هناك شركات تأمين إسلامية فلا يجوز التأمين الاختياري. الأخ ناصر ذكر أن في بلدهم رجل يعالج بالقرآن. بيعالج إزاي؟ بيجيب واحد كده يقرأ عليه، يقوم الواحد غير المريض، واحد غير ما هو جيل، واحد مريض عايز يرقيه ويعالجه بالقرآن كما يزعو. فهذا المعالج يأتي برجل آخر غير المريض وبعدين يقرأ عليه هو على السليم، يقوم السليم ينطق يقول كلمات كده إن هو ملك وإن هو كذا، وجاي بقي يعالج الإيه المريض هذا إلى آخره. حقيقة إن مسألة العلاج بالقرآن دي من أخطر المسائل التي صارت سبب فتنة لكثير من المعالجين أنفسهم والمعالجين، الفاعل والمفعول، حقيقة سبب فتنة كثيرة جدا، وسمعنا عن فتن ومشاكل كثيرة، ولعل بعض المشاهدين أيضا سمعوا عن هذه الفتن. فلذلك يا أخي الكريم بارك الله فيك، العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن، قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. فإذا ذهبت إلى من يقرأ عليك الفاتحة والإخلاص والمعوذتين فلماذا تذهب؟ لماذا لا تقرأ أنت على نفسك؟ حصن نفسك يا أخي الكريم بقراءة القرآن وبالأذكار، وإلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الطريقة يا أخي ناصر طريقة غير صحيحة، وهذا التعامل هو تعامل مع الجن، اللي بيقرأ عليه ده فيحضر يقول لك أنا ملك جاي عالج، هذا جن وهذا لا يجوز أبدا.
الأخت أم إيه؟ أم آية قالت أن أختها مطلقة وعندها أولاد وبتصرف عليهم ومعها مبلغ من المال حوشته، تريد أن تضعه في بنك وتأخذ الربا اللي هو بيسموه الفايدة، ومش هتاكله، لا هتدخله في ما في عداد الكهرباء في عداد المي. يا أم آية، أنت وأختك لا يجوز وضع البنوك الأموال في البنوك الربوية، لأن مجرد الوضع وحصل الإثم ووقع الذنب، وهذا ربا فلا يجوز أبدا. بعض الناس يقول أنا هاخد الربا أتصدق به، ليتها لم تزني ولم تتصدق، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. أم آية بتقول أختها هتاخد الربا مش هتاكله، ده هتحطه في عداد الكهرباء وعداد المي. الذين يأكل الربا مش الأكل، يعني الأكل هو اللي احنا أكل ده، أي تصرف تنتفع به، تلبس، تاكل، تشرب، تجيب أي حاجة، تحط، تحاسب على مية، تحاسب على كهرباء، تحاسب على غاز، هو ده انتفاع. ولكن الله خص الأكل لأنه المقصود الأعظم في حوائج الإيه؟ في حوائج الناس. ولكن يا أم آية، إن كان ولا بد لأختك أن تضع مبلغا من المال في بنك يدر عليها ربحا، فالربح الحلال هو ما أفتى به العلماء إن شاء الله تعالى في بنك فيصل، فعليها أن تتعامل معه إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك لها. الأخ عبد الحق. يا جزاك الله خير. يا مرحبا. بارك الله فيك. وفيكم. أريد أن أسأل جزاك الله خيرا عن أخي، لي صديق يعمل في إيطاليا. نعم. ويعمل في ضيعة مع إيطالي. إلا أن هذه الضيعة تنتج العنب، وهذا العنب ينتج منه للخمور. يا أخ عبد الحق على رسلك حتى أسمع، لأن اللهجة غريبة والصوت ضعيف. تفضل اسأل سؤالك. لي صديق في إيطاليا. نعم. ماذا يصنع؟ بأحد الضيعة. ماذا يصنع؟ يعمل في ضيعة من الضيعات بإيطاليا. ماشي. وهذه الضيعة تنتج العنب. نعم. إلا أن هذا العنب يعني يذهب للخمر. بس ملخص السؤال، بيع العنب لاتخاذه خمرة. نعم، إلا أنه يعني في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا، يعني هل جزاك الله خير يستمر في هذا العمل أم يتوقف؟ اتفضل. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله تعالى. الأخ محمد سأل عن ما يسمى عند الفقهاء بلغو اليمين، بما قاعد مع صاحبه يقول له صاحبه والله لا تأكل معايا، والله لا تشرب، والله لا كذا، هذا والله لا تأكل، لا والله ما نواكل، والله لازم تيجي، لا والله مش جاي، هذا لغو اليمين لا كفارة عليه. أما اليمين المنعقدة فهي التي يحلفها الإنسان عازما على الفعل أو على الترك، والله لا أفعلن غدا كذا إن شاء الله تعالى، والله لا أفعل هذا العمل بعد ذلك، فهذا اليمين، هذه اليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان فيها فعليه كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن الأخ بيقول طب يعمل إيه في الكفارات المتراكمة، يعني حلف كذا مرة على كذا شيء وعليه كفارات كثيرة، من فإيه الكفارات الكثيرة يا أخي محمد؟ بعد ما فهمتك لغو اليمين، صاحب أقول لك والله لازم تأكل معي، تقول لا والله ما نواك، بيقول لي صاحبك انا حكت والله حكت يصرف معاي، يقول لك لا والله ما تكتبش، هذا لغو اليمين لا كفرت عليه. اما الايمان المنعقده اذا كنت عقدت قلبك وحلفت على ان تفعل شيئا او الا تفعل شيئا، فهذه الايمان هي التي تجف الكفاره التي اشرت اليها. ايوه اخي حمزه. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم ورحمه الله. الله شيخ بعد اذنك عندي فتوى كده بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو كان من فترة كده كانت والدتي صدمتها سيارة على الطريق. نعم. فتوفت. نعم. فجي احنا طبعا ما عرفناش اللي صدمها، بس عرفنا ان هو عربية عادية مش تابعة لأي شركة ولا أي حكومة يعني. نعم. فجي المحامي بتاع العيلة قال ان هو هيجيب لنا تعويض. نعم. فهل التعويض ده
ايه ظروفه، حال هو حلال ام في كلام؟ ماشي يا حمزه، حاضر، شكرا يا شيخنا. اي اخت ام محمد؟ يا ام محمد تفضل. الاخ محمد ايضا كان قد سال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار. بيقول ما معنى الحديث هذا؟ هذا الحديث جاء في نهي الرجل ان يطيل ثوبه حتى يغطي كعبيه، والكعبين اللي هم احنا عندنا بنسموهم في العامه بز الرجل، العظمان الناتئتان في جانبي الايه؟ في جانبي القدم. هذان العظمتان اسمهم الكعبين، اسمهم الكعبين. فجاء هذا الحديث لنهي المسلم عن أن يكون ثوبه جلبية، بنطلون، عباية، أي حاجة يلبسها تكون إيه؟ تغطي الكعبين. لازم كعبين يكونوا مكشوفين، البنطلون أنت لابسه فوق الكعبين، الجلبية فوق الكعبين، الجبة فوق الكعبين، البلطو، أي حالة تلبسها، العباية لابد أن تكون فوق الكعبين. فما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني يعذب هذا الموضع الذي غطي بالنار يوم القيامة. فلا يجوز للرجل أن يكون ثوبه أسفل من كعبيه، فهذا إسبال وهو محرم شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الأخ علي بيشكو إن في بلادهم حملة في البلاد على قتل القطط، يقوم بالليل كده يعملوا هجمة كده ينقضوا على القطط ويقتلوها بطرق مختلفة، ما حكم قتل الهرة؟ لا يجوز قتل الهرة ما لم يكن منها أذى، لا يجوز قتل الهرة، القط لا يجوز أن يقتل ما لم يكن منه أذى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ من إناء، فجاءت الهرة فوضع لها الإناء لتشرب منه، ثم توضأ بما بقي، وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني سؤرها طاهر وليست نجسة. فلا يجوز قتل القطط كما لا يجوز قتل الكلاب نفسها، إلا إذا كان منها اعتداء على الإنسان وإيذاء لبني آدم. أي أخت مع محمد؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. شيخ بقول لك لو سمحت، يعني في واحد هيجيب عفش يعني تقسيط وهياخد 6%، هل ده حرام ولا حلال؟ مين اللي هيجيب العفش بالتقسيط وهياخد الزيادة؟ نعم؟ مين هو اللي هيشتري اللي هيجيب؟ بتاع المابوليا يعني، بتاع المابوليا. هياخد 6% يعني. يعني هو عنده معرض يعني؟ ايوه. عنده معرض وانت هتروح تشتري منه. ايوه. وهتشتري بالتقسيط. وهياخد 6%. ويزود على سعر النقد يعني. ايوه. طيب اتفضلي. ماشي شكرا. وياكم. الاخت ام سليمان كانت اتصلت وسالت سؤالا متعلق بسؤال أمة الله، لما قالت إنها جامعية ومتقدم إليها شاب يعني لا يحمل مؤهلا أبدا، قدمنا لها النصيحة. فاتصلت أم سليمان تقول لها زميلة تقدم لها برضو شاب غير مؤهل وهي مؤهلة، فهي وافقت عليه لكن أهلها رفضوا وما زاد مصرة. والأم سليمان بتقول زميلتها بتقول لها روحي لأمي أخبريها أنني لا أتزوج إلا هذا الشاب، فماذا نصنع؟ أما النصيحة للبنت فقد ذكرناه، التوافق والتقارب والتكافؤ في الحسب والنسب والشهادة، ده بيكون من أسباب استقرار الحياة الزوجية كما عهدنا بالخبرة والواقع يشهد بذلك. لكننا نقول لولاة الأمر، نقول لولاة الأمر ولي البنت، إذا تقدم لابنتك شاب على خلق ودين والبنت راضيه بيه، هو اقل منها حسبا، اقل منها نسبا، اقل منها شهاده، ما دام البنت بتقول لك انا مش هتجوز غيره، فالنصيحه الا تمنعها ودعها تخوض تجربتها بنفسها والله يوفقها، ادعو لها بالتوفيق والستر. لا يجوز لولي الامر ان يكره البنت على الزواج ممن تكره، ولا يجوز ان يمنعها من الزواج ممن تحب إذا كان ذا خلق ودين. ونسأل الله تبارك وتعالى الجميع الستر والعفة والعفاف والغنى.
يا أبا زكريا. السلام عليكم مرة أخرى يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أمر الشيخ عندي سؤال، هل دم الإنسان نجس أم لا؟ هل يصلي به أم لا دم الإنسان؟ حاضر حاضر. وبلغ السلام للشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العلوي. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله. وإياكم عليكم السلام ورحمة وبركاته. أي أم عمار. الأخ أحمد عافاه الله والمسلمين بيشكو يعني من حالة توتر وأعصاب وقلق واضطراب وكده. النصيحة يا أخ أحمد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، وتتقرب إلى الله تعالى بكل ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وتكثر من ذكر الله الذكر المطلق والأذكار المقيدة، وتكثر من قراءة القرآن. فقد قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأخ عبد الحق كان قد سأل عن قريب له في بلد أوروبي يعمل في مزرعة عنب، وهذا العنب يباع خصيصا للخمارات في تلك البلاد، فهو يعني كعامل يعمل عملا مشروعا مباحا، وما دام هو أجير والمزرعة ليست له، فلا نقول يجب عليه أن يترك فورا، ولكن من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبحث عن عمل آخر يطمئن إليه، والله قد قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي أخ عبد الحليم. فضيلة الشيخ. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. والله فضيلة الشيخ يعني أنا لي سؤال ورجاء بعد السؤال من حضرتك. أمر. أنا كان ابن أختي كان في الأردن وكان سايب الحساب بالعملة الأجنبية، حطيته ببنك فيصل حوالي سنة وشوية، ولما جه من الأجازة عشان أعمل له الحساب باسمه كان مش راضي نعمل الحساب على ما هو يجي، فخدته ورحت عشان نعمل الحساب باسمه، قال له هات البطاقة، ادينا له البطاقة، لقى البطاقة فيها بدون عمل، يقول لي لا لازم يكون لي عمل عشان نعمل له الحساب باسمه، اضطرونا خلينا ان انا سحبت الفلوس ورحت وديتهم في بنك اجنبي في طنطا، البنك فيصل ده فرع طنطا، يعني تعقيد ما بعد تعقيد يا عم الشيخ. طيب اتفضل يا اخي ابو حليم. نعمل احنا ايه؟ ماشي اتفضل. الجنب كده يبقى عندي ولا عليهم هم؟ طب اسمع النصيحه والجواب ان شاء الله. طيب الرجاء بقى يا سيادة. نعم. نفسنا انت وحشتنا جدا، عاوزين نشوفك في قريه بريد. يا حياك الله. لان بريد فيها شويه، عايزين نشوفك فيه في مسجد النور ان شاء الله. حاضر يا اخ عبد الحليم، حاضر ان شاء الله تعالى. حاضر. يعني كم صوان كات. الاخ حمزه عافانا الله اياكم وغفر الله لامه، يقول أن أمه أصيبت في حادث طريق، حادث مروري يعني، أصابتها سيارة، والآن في محامين متفرغين لحكاية الحوادث دي، يموت الميت يذهب المحامي إلى ولي أنا حجيب لك تعويض، يقول ماذا نصنع في هذا التعويض؟ هو هذا التعويض هو هذا حقك شرعا عند السائق الذي تسبب في القتل الخطأ. الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطا ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق. فانت لك عند القاتل دية، القاتل حيجيبها منين؟ انت لا شيء عليك. فهو السائق مؤمن في شركات تامين، فاذا فعل ارتكب قتل خطا فشركات تامين بتدفع عنه الدية التي لزمته، فلا حرج عليك يا اخي حمزه اذا رفعت القضيه واخذت حقك ان شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر لأمهاتنا وأمك وأمهات المسلمين أجمعين. أي أخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وفقك الله لما يحب ويرضاه يا شيخ. اللهم أمين وإياكم. أسألك سؤالين بعد إذنك. أمر. السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي راتبة الظهر قبل أن يؤذن أذان الظهر بقليل؟ بقليل بكم يعني؟ بخمس دقائق بعشر دقائق. نعم. السؤال الثاني، يقول الله تعالى في سورة التوبة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أرجو تبيانا لقول الله تعالى وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وجزاك الله خيرا وبارك لك وإياك وإياك وشكى الله لك شكى الله لك. أخي سيد مرحبا شيخ حياك الله جزاك الله كل خير على المثال اللي بتقدموه. والله اللهم امين واياكم. والله انا افكار بشكل عايز احكي لك عليه لو سمحت تقبل مني يعني وارحمني شوي. تفضل. ليا ولد عاق بقاله يجي اكتر من 10 سنين يعني عاق 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 بام وابوه باكثر يعني مش عايز اقول لك ايه اللي بيعمله. نعم عشان بس الناس ما واخد بال حضرتك. نعم والله هو طبعا راح يعني اتجوز بيقول انه اتجوز انما انا مش معترف بالجواز بتاعه لا نهائي خالص وحتى نعم. انجب نعم وكانت الاخ اللي اتجوزها ديت لمغزى يعني مش عايز اقول ايه صفاتها عشان ما ارتكبش ذنب. نعم فطبعا هو الوقت يعني حتى كمان كان متجوزها وهي على ذمه راضي اعوذ بالله. ودلوقتي هو جريتني اخر جرف كل شويه تفطط بيا وانا الوقت لا شغل ولا مشغله وعندي عيالين صغيرين بربيهم ومش عارف اعمل معاه ايه. وحتى المفروض هو كان يروح الجيش من 5 سنين ما راحش وعمال عايز يجي يقعد كده وانا والله العظيم خدته اكتر من مره اقعد واكل واشربه ويروح سايبني وماشي لدرجه ان انا بقيت اكتفه وارميه في اي حته ونوكل ونحميه وما نبخلش عليه باي شيء وللاسف سيبنا ويمشي. طب الوقت جارفني اتفضل جارفني مع الناس كلها ويمشي ويروح وجارفني مش عارف اعمل ايه معاه. اسمع النصيحه ان شاء الله تعالى اتفضل. حاضر. أي أخي محمد؟ نعم تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الدليل اليقيني على وجود يعني حضرتك العلماء أثبتوا السبيل لهم إثبات الدليل اليقيني على وجود الله اليقيني وجود الله. ماشي أخي محمد. يا أم محمد يا أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ لو سمحت. نعم. يجوز واحدة تروح تحج بفلوس سلف. ماشي يا أم محمد. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو زكريا سأل عن دم الإنسان هل هو نجس أم لا؟ يعني واحد انجرح سال الدم منه هل هذا الدم دم الإنسان نجس أم طاهر؟ يا أخ أبا زكريا دم الإنسان طاهر وليس نجسا، فلو جرحت وأصاب ثوبك فهو يغسل نظافة لا طهارة، وإذا كنت متوضئا وجرحت وسال الدم فوضوءك صحيح، وإذا كنت تصلي وعلى ثوبك دم منك أو من غيرك من بني آدم أيضا الثوب صحيح الصلاة صحيحة لأن دم الإنسان ليس نجسا. وقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم كانوا يقاتلون في سبيل الله مع رسول الله فيصابون ويجرحون ويصلون، ولا شك أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بغسل الدم ولا بإعادة الصلاة. الأخ عبد الحليم أخ حبيب جار لنا في الغربية بيقول إن كان لي قرشين هو وكيل فيه ومش بتوعه يعني وحطوهم في بنك فيصل، وبعدين لما جه صاحب الفلوس وراح يغير بقى من اسمه إلى اسم الثاني الموظف يعني كده تعبوا شوية فزعل وجي صاحب الفلوس من بنك فيصل وموداه إيه بنك ربوي. بيقول بقى مش هم المسؤولين. لا مش هم المسؤولين يا شيخ عبد الحليم، أنت المسؤول، المسؤولية عليك، لازم ترجع تاني إن شاء الله تسحب الفلوس من البنك الربوي لأن الربا هذا لا يجوز أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وترجع بنك فيصل تاني. لكن بننتهز الفرصة نحن ننصح إخواننا في بنك فيصل وننصح إخواننا الموظفين جميعا، ننصح إخواننا العاملين في كل الهيئات وفي كل الدوائر والمؤسسات والمصالح. يا إخواني اكرموا إخوانكم. يا أخي الموظف أنت في مكان ما ألا تأتيك حاجة في مصلحة أخرى تذهب إليها أنت وتعاني من الموظف في المكان الآخر وأنت تراجع لحاجتك؟ فلماذا أنت تفعل مع الناس ما لا تحب أن يفعل معك؟
يا إخوان الموظفين أنتم أمناء، أنتم أمناء على مصالح الناس وحوائج الناس، وضعكم الله تعالى في هذه المصالح لقضاء حوائج الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. يا إخوان الموظفين في كل الدوائر، عايزين تغيير، عايزين تغيير، تغيير في أرض الواقع. عايزين نبطل نرتشي، ونبطل ناخد هدايا، ونبطل ناخد إكرامية، ونبطل ناخد دخان، وعايزين نبطل نزوغ من الشغل، وعايزين نقول بكرة يا سيد دي تتلغي كده، بكرة يا سيد ننساها بقى. عايزين نكون في قضايا حوائج الناس. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لعلك انبسطت يا شيخ عبد الحليم، وبكرة إن شاء الله تسحب فلوسك من البنك الربو وترجعها بنك فيصل تاني إن شاء الله تعالى. الأخ عمر بيسأل: هل يجوز أن يصلي السنة الراتبة القبلية كسنة الصبح مثلا أو سنة الظهر قبل الأذان، يعني قبل دخول الوقت؟ لا يا أخ يا عمر بارك الله فيك، السنة القبلية قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. يبقى السنة القبلية تكون بعد الأذان وقبل الإقامة، دي السنة الايه السنة القبلية. يبقى ما يصحش صلاة السنة القبلية قبل دخول الوقت وقبل الأذان. الأخ سيد عنده أو الأخ عمر أيضا سأل سؤال آخر عن قوله تعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بيقول: ما معنى أجدر ألا يعلموا؟ واحد ساكن في البادية في الصحراء، يعني لا بينزل المدينة ولا بيلتقي بالعلم ولا بالعلماء ولا بيحضر مجلس علم، فهيتعلم منين؟ فهذا معنى قوله وأجدر، يعني أحرى وأولى. يعني الإنسان لما ينعزل الناس كده، لما يعتزل الناس ويبعد عنهم، ويبقى مش هيتعلم. فهذا معنى الآية بارك الله فيك. الأخ سيد عافاه الله شكى شكوى هي تمثل مشكلة اجتماعية خطيرة منتشرة الآن، وهي عقوق الأبناء للآباء والأمهات. عقوق الأبناء للآباء والأمهات حقيقة يا أخي سيد هذه مصيبة مش عندك أنت لوحدك، هذه مصيبة أصابت كثيرين من الآباء والأمهات. العقوق هذا انتشر، ولعله علامة من علامات الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لجبريل، وقد سأله جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارتها أو أماراتها. فذكر عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. ومن التأويلات التي أول بها العلماء هذه العبارة أن تلد الأمة ربتها، قالوا هذا كناية عن عقوق البنات للأمهات، حتى تعامل البنت أمها كأنها سيدتها. فنسأل الله السلام والعافية. إلى جميع الأبناء والبنات نقول: اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم، فإن بر الوالدين فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، وعقوق الوالدين كبيرة نهى الله تبارك وتعالى عنها وحرمها. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال، أي يبطل ثواب وأجر الأعمال الصالحة. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. يعني لو صلى وصام وزكى وحج وعق والديه لا يغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا.
وكما بين عليه الصلاة والسلام أن من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما يدخل صاحبه من العذاب في الآخرة عقوق الوالدين. الولد اللي بيعق أبوه بكرة يتجوز ويخلف أولاده يعقوه، زي ما عندنا في الفلاحين بيقولوا سلف ودين، وكما يقال كما تدين تدان. فزي ما هتعامل يا ابني يا حبيبي، زي ما هتعامل أمك وأبوك دلوقتي، بكرة أولادك هيعاملوك لابد جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فعلى جميع الأبناء والبنات أن يستغفروا الله تبارك وتعالى ويتوبوا إليه، وأن يقلعوا عن هذه المصيبة، مصيبة عقوق الوالدين، لأنها تحبط الأعمال وتوجب النيران والعياذ بالله. أيها أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عايز أعرف زكاة الزروع. زكاة الزروع؟ بالنسبة يعني في الفلاحين مثلا بنزرع طماطم وبطاطس وكوسة وحاجات من دي، يعني بنيجي آخر الموسم مثلا بيجي 10,000، هل هنخصم؟ طيب. يعني هنطلع على كل 1025 ولا هنخصم اللي احنا صرفناه؟ ماشي ماشي يا أمة الله. يعني؟ ماشي يا أمة الله. أيها أخ عبد الرحمن. الو، تفضل يا اخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. لو سمحت الشيخ عندي سؤالين. تفضل. ينفع الاضحية والعقيقة مع بعض؟ حاضر. بس عندي السؤال الثاني. نعم. بالنسبه للقنوات بتاعه سلوك الجنه دي بتاعه الاطفال، حرام تسمعها الاغاني بتاعتها؟ بالنسبه لايه؟ القنوات بتاعه سلوك الجنه دي بتاعه الاطفال، حرام تسمعها الاغاني بتاعتها. طيب اتفضل. اتفضل. يا أخي هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ، هو في سؤال، يعني إيه رأي حضرتك أنت في المقولة اللي بتقول التعليم في الصغر كنقش على الحجر؟ دي بالنسبة للآباء اللي بيشكوا من أبنائهم، يعني لأن الآباء بتيجي بعد ما ابنه يكبر وعاله يعني عاله يبقى خلاص خد على اللي هو بيعمله. ثم سؤال تاني، يعني طب ليه ما يكونش أنا مثلا أبوي هو اللي غلطان ما كان مع أبوه، فين ربنا يعني بيعمل كده زي ما انت قلت سلف ودين؟ نعم، بس كده يا شيخ، وانا اسف يعني لو كان الاسئله دي يعني فيها زعل. يا شيخ هيثم، ما المراد بقولك التعليم في الصغر كالنقش في الحجر؟ هل انت طيب؟ الاخ محمد سال سؤال بقى يعني خلاني كده ارتبكت شويه. هو لما اتصل وسال قال اسم محمد، وبعدين السؤال بيقول ايه؟ عايز دليل يقيني على وجود الله. فطبعا السؤال مش عارف، لعل محمد بقى السائل عايزه عشان غيره طبعا، لا شك لان اسمه محمد. يبقى هو محمد بيسال مثلا لواحد صاحبه مش مسلم بيناقش ولا حد بيحاوره عايز يدعو الاسلام، فزميله يعني قال لي ايه الدليل على اليقيني على ان ربنا موجود؟ الدليل يا شيخ محمد، اصلح الله حالك وحال جميع المسلمين، الله تبارك وتعالى يعني أشار أو لفت أنظار المنكرين له عز وجل إلى الدليل اليقيني على وجوده. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الدليل اليقيني يا شيخ محمد على وجود الله أنت نفسك، هل أنت خلقت نفسك؟ طبعا مش معقول، ما أنت كنت عدم والعدم ليس من نفسي، ليس له من نفسي وجود ولا عدم، يبقى أنت ما خلقتش نفسك يا شيخ محمد. طيب أنت انخلقت كده بدون حاجة؟ مش ممكن، ما فيش حاجة كده تتوجد بدون موج. يبقى ما دمت أنت ما خلقتش نفسك وما جتش كده بدون موجد، من الذي خلقك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ده شيء دليل يقيني على وجود الله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ السماء المرفوعة من الذي خلقها؟ من الذي رفعها؟ الأرض الموضوعة من الذي بسطها؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أن تقع؟ من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ من الذي نصب الجبال؟ يا شيخ محمد، الدليل اليقيني على وجود الله، عندنا كل يوم الشمس تطلع من الشرق وتغرب آخر النهار في الغرب،
وبعد كده تاني يوم نلاقوها طالعه تاني من الشام من الشرق واخي النهار في الغرب. من وراء ذلك يا شيخ محمد؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. سيدنا إبراهيم الخليل هو بيحاور النمرود وبيدعو إلى الله، بيقول من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت يبقى أنا ربك. بيقول العلماء في قول النمرود أنا أحيي وأميت يعني إيه؟ قالوا جاب اثنين وقال أنا حكمت على الاثنين دول بالإعدام اقتلوه. قتلوا واحد قال بس سيبوا الثاني بقى ما تقتلوهوش. قالوا يبقى أنا إيه؟ أحيي وأميت أهو. فطبعا هذا كلام عقيم فيش فايدة. فانتقل إبراهيم إلى شيء آخر بين قال خلاص ماشي أنت تحيي وتميت يبقى أنت على كل شيء قدير. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النهاردة بقى هو الشمس إن شاء الله يمكن تكون غربت أو فضل نص ساعة هي هتغرب، عايزين بكرة بقى الشمس تطلع من المغرب ما تطلعش من الشرق. فمو أنت الذي كفر هيصرف فيها زي دي؟ أدي دليل يقين يا شيخ محمد على وجود الله. تعال يا شيخ محمد برضو عشان زميلك يقتنع إن شاء الله تعالى. ما أنا قلت في الأول إن سؤالك مش عشانك، أنا كنت اسمك محمد فلازم بتسأل لغيرك إن شاء الله. دلوقتي يا شيخ محمد الليل والنهار، الليل بيجي والنهار بيروح، يطلع النهار يروح الليل، من وراء كده يا شيخ محمد؟ الله تعالى يقول في ذلك قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيت إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعل في ذلك ما يكفيك يا شيخ محمد من الأدلة اليقينية على وجود الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أيها الإنسان غير المؤمن بالله وبادر بذلك قبل انتهاء أجلك، فإن من مات لا يؤمن بالله فمأواه النار والعياذ بالله. قال تعالى في حق صاحب الشمال الذي يعطى كتاب أعمال بشمال يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه ليه يا رب؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالحمد لله الذي من علينا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأخت أم محمد سألت لو عايزة تحج والقرشين يعني مخسعين شوية كده، يعني يا دوب دفعت الفلوس المطلوبة في الجرعة ولا في السياحة وبعدين عايزة مصاريف، ممكن تستلف قرشين كده تسافر بيهم؟ لا بأس بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. فما فيش مشكلة أبدا أن الحاج يسافر الحاج وعليه دين اقترض من أجل الحاج، وإن شاء الله يدعو الله ويلح عليه بالدعاء في الحاج أن يقضي دينه. أمة الله سألت عن زكاة الخضروات، بيزرعوا طماطم وبطاطس وفاصوليا وخضروات كده، بتقول كيف نزكيها؟ هذه الخضروات لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، فبارك الله لك وزادك الله حرصا. لكن إن شاء الله تعالى يوم ما تبيعوا هذه الخضروات طلعوا منها ما تطيب به أنفسكم، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الأخ عبد الرحمن سأل عن الأضحية والعقيقة، يعني مثلا إن شاء الله بعد ما يقل عن شهر هنكون بلغنا إن شاء الله بفضل الله عيد الأضحى، وفي الأضحى يسن للمسلمين أن يضحوا، يسن للمسلمين أن يضحوا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية على القادر لقوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالأخ عبد الرحمن مثلا حيضحي إن شاء الله، وجي في العيد قبل العيد بأسبوع رزق مولودا،
يبقى يوم السابع هيكون أول يوم العيد أو ثاني يوم العيد، يبقى جه وقت الأضحية مع وقت العقيقة. هل ممكن يشتري شاة واحدة ويجعلها أضحية وعقيقة؟ لا يا أخ عبد الرحمن، الأضحية لا تدخل في العقيقة والعقيقة لا تدخل في الأضحية. المولود بالنسبة لك إذا كان ذكرا عليك له شاتان، وإذا كان أنثى عليك شاة، والأضحية شاة واحدك واحدة تجزئ عنك وعن أهل بيتك. الأخ هيثم بيسأل يعني بيقول التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وبعدين بيقول يعني أنت ذكرت من جزاء العقوق إن الإبن لما يعق أبوه يبقى إيه ابنه هو كمان حيعقه، فبيقول لعل الوالد العاق كان هو كمان عاق إيه لوالديه. خلي بالك يا هيثم، ما ينفعش الولد مثلا يعق أبوه وبعدين بتسأل بتعق أبوك لابن ليه؟ جالس لأكو أكيد كان أبويا بيعق أبوه. ما ينفعش كده يا هيثم، مسألة مش كده، هو من عق يعاقب بالعقوق، لكن لا يجوز الولد أن يكون هو المعاقب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب عباده. أب أو إنسان عق والده، ما يجيش ابنه بقى يعقه يقول أصل أنت كنت تعق أبوك بدل ما عقك. لا، أنت هو محاسب وأنت محاسب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزق من أكرمه الله بحياة والدي برهما والإحسان إليهما، لأن إخواني حياة الوالدين فرصة، فرصة عظيمة لدخول الجنة من أوسع الأبواب. إذا مات الوالدان ضيق على الرجل، ضيق على الرجل، فالله أعلم يدخل الجنة ولا لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام راغم أنفه ثم رائم أنفه ثم رائم أنفه، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. فكن ربنا يكرمك ويمتعك بحياة أبويك أو بحياة أمك وحدها أو أبيك وحدها وحده، وبعدين تقصر في حقهما وتعقهما وما تنتهش الفرصة عشان تبرهم كده. كل يوم الصبح تبوس إيديها ورجليها وشوف طلباتها قبل ما تشوف طلبات مراتك وولادك، ها انت كده مش مظبوط. لازم أمك الأول قبل مراتك وقبل ولادك. تعرفين الحديث بتاع الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر، انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى فآواهم المبيت حتى دخلوا غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. مهما يصرخوا ما حدش هيسمعوا، وعشان يزقوا الصخرة مش هيقدروا، يبقى ما فيش غير الايه الموت او ينجيهم الله. فقالوا كل واحد يفتش كده في دفاتر القديمة على عمل صالح عمله لله خالصة يتوسل به عشان ربنا يفرج الكرب ويطلعني من الغار من الجبل ده. فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا او مالا، يعني اخر النهار لما يحلب الغنم ما حدش يشرب، لا المرأة تشرب ولا العيال يشربوا ولا الخدم يشربوا، لا أبوه أمه الإيه يشربوا الأول، ولم أكن أغبق قبلهما ولدا ولا مالا. فنأى بي طرب الشجر يوما فلم أرجع إليهما حتى نام، يعني في يوم من الأيام كده سرح مع الغنم فالمشوار بعد عليه شوي، فعلى ما رجع أخي النهار وحلب الغنمات وجاب اللبن لأبو أمه وجدهما نائمين، قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. والصبية يتضاغون تحت قدمي، العيال قاعدين بيعيطوا عايزين يتعشوا عشان يناموا، والقدح على يده ظل واقف شايل قدح اللبن على إيده وهو عند رأس أبويه، وعياله بيعيطوا عشان ما تعشوش وما ناموش طول الليل حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه حتى توسل الآخران أيضا إلى الله، فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. أيها أختي حنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا يا مولانا. اللهم أمين وإياك. ليه سؤالين عند فضيلتك بعد إذنك يعني. تفضلي. ليه صديقة كانت مسيحية وأسلمت
نعم. وتزوجت من أخ مسلم وانجبت منه 3 أولاد. نعم. وهو دلوقتي تزوج عليها واحدة أخرى عشان يريد الله أن يرزقه بالولد، وبالفعل رزقه الله بالولد وترك بناته 3، وترك الأخت المسيحية اللي هي أسلمت دلوقتي الحمد لله، وهي مش بيصرف عليها، وهي دلوقتي عايزة تعمل بيت كلها، بتسأل هل ده حلال ولا حرام. هو ترى هجرها بلا طلاق؟ هو هي هذه طلبت منه الانفاق عليها هي واولادها. يعني هو تزوج باخرى وهجرها وتركها ولا ينفق عليها. ايوه يفهم. ولا ياتيها ان شاء الله. فهي تسال هل تطلب الخلع؟ يعني كم له؟ عايزه تمشي في قضيه خلع حضرتك يا اختي حنان، تسال ده حلال ولا حرام. يا اختي حنان، هذا الزوج بعيد عن زوجته بقاله قد ايه؟ الله اعلم يا فندم. طيب يا اختي حنان، احنا عندنا دايما، اتفضلي اسمعي الجواب ان شاء الله والنصيحه. طب السؤال الثاني، اتفضلي. طب ليه اخت برضو في الاسلام ان هي بتعمل حاجات خير كتير وبتساعد والديها، بس بحس ان اللي بتعمله ده في رياء، وان هي ما بتعمل حاجه بتساعد في بناء مثلا مسجد، بتقعد تقول قدام الناس ان هي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، ولما بتصرف برضو على والدها بتقول، بتتصل بكل اخواتها وبتقول لهم ان هي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. احساسي في اللي بتعمله دوت ان هو في رياء. فهل ده في رياء ولا هي بتعمل كده عشان خاطر تشجع الناس ان هي تعمل زيها؟ ماشي يا اخت حنان، ماشي اتفضلي. الاخت حنان بتشكو ان الرجل متزوج بامراه بغض النظر ان هي مسلمه الان، كانت يعني قبل ذلك مش مسلمه واسلمت، او هي مسلمه من الاصل، المهم خلاص المساله، المشكله رجل متزوج فرزق بثلاث بنات، وبطبيعه الفطره عايز ولد صبي ذكر. ها انا اقول اولا لمن رزقوا بالبنات، الله تبارك وتعالى قال: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ذلك خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك تصرفه، هو العليم الحكيم والعليم القدير عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل البنات، عشان اللي عنده بنات كده يفرح ويحافظ عليهن، يقول عليه الصلاة والسلام: من رزق من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن فأحسن تأديبهن كنا حجابا له من النار يوم القيامة. المهم الأخ لما رزق من 3 بنات عايز ولد، فتزوج عشان يرزق ولدا ذكر، ورزق والحمد لله. لما ربنا ينعم عليه مش يشكر ربنا ويفل الزوجة الأولى أم البنات؟ لا، هاجر الزوجة الأولى أم البنات وتركها كما تقول السائلة، فلا يأتيها ولا ينفق عليها. هل من حق هذه الزوجة أن تطلب الخلع؟ أقول عندنا دايما العلاج قبل البتر، يعني علاج العضو الفاسد قبل بتره أولى. ربنا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بل إن الله عز وجل أرشد المرأة لما تلاقي فيه نشوز من زوجها، قال إيه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. فنحاول يا أختي حنان ندخل في الصلح الأول، فإن لم يستجب الزوج فلها حق طلب الخلع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل